السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، قبل ما اشتري انا بلاي ستيشن 4، طبعا دورت وبحثت كتير واخدت رأي الناس كتير انه شو اشتري، بلاي ستيشن 4 ولا بلاي ستيشن 4 برو ولا بلاي ستيشن سليم. طبعا انا راح اعطيك رأيي، طبعا انا راح اعطيك رأيي الشخصي. طيب، انا جربت اول شيء البلاي ستيشن برو 4 برو، طبعا انا جربته. بعدين انا كنت مصور هذا الفيديو قبل، طبعا انا كنت بدي احط يعني مثل ما بيقولوا فيديو فتح علبة بلاي ستيشن 4 وما بعرف شو. بس انا هلا رح اعطيك نصيحتي اذا كنت عم تدور لتشتري بلاي ستيشن، يعني اي بلاي ستيشن، المهم بلاي ستيشن 4 او سليم او برو. يعني اذا بدك انت نصيحتي، شوف، هي بترجع لشغلة المصاري. بس بلاي ستيشن 4 برو غير بلاي ستيشن 4 وغير بلاي ستيشن سليم. يعني بلاي ستيشن سليم، يعني هلا انت اذا كنت عم تدور، طبعا بدك تكتب، تقعد وتكتب على الانترنت شو هو افضل بلاي ستيشن. انا هيك عملت قبل منك، بس انا هلا بدي اعطيك رأيي فيها بما انه انا شوي عندي خبرة بهذه الامور. انا رح اعطيك رأيي بلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن 4، انا ما عم اقول برو، بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن سليم هي نفس الشيء، يعني ما رح يختلف معك اي شيء. وفي نقطة هون طبعا رح احكي عليها، انا في نقطة هون رح احكي عليها وهيدي نصيحة مني طبعا. يعني بدك تشتري بلاي ستيشن، اي نوع من البلاي ستيشن، خلي يكون 1 تيرا او 1000 جيجا بايت، ميجا بايت، ما بعرف شو، المهم 1 تيرا زائد الرام 8. يعني الرام خلي الرامات يكون 8. طبعا هيدي نصيحتي، يعني لبعدين راح تقول، يعني بعدين بعد ما بتنزل العاب وبتستخدم شيء راح تقول والله اني 1 تيرا هو الافضل. يعني طبعا هي نصيحة مني. وبنرجع بنقول بين بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن سليم هي نفس الشيء، ما رح يختلف معك شيء غير الفلوس او المصاري، ما بعرف شو، يعني كل دولة بتسمي فلوس ومصاري ومدري اذا في شيء ما بعرف شو. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا البلاي ستيشن 4 برو غير فرق، انا قلت لك ما راح احكي على الرامات ولا راح احكي على السرعة ولا راح احكي على كذا، بس يعني اذا بدك نصيحتي، خد بلاي ستيشن 4 برو اذا كنت مستفضي على مصاري. اذا ما كنت مستفضي على مصاري فنصيحة مني، انتظر شوي، لم مصراتك، يعني جمع مصراتك وخد بلاي ستيشن 4 برو. طبعا هو افضل من السليم وافضل من الفور. طبعا بشو افضل من السليم وبشو افضل من الفور؟ يعني دقة الشاشة، السرعة، الرسومات، المعالج و و و و الى اخره. طيب كلياتهم بيجي معهم نفس الشيء، هلا الفرق بيناتهم، طبعا البرو الفرق ما بس الحجم والكبر، وهذه ما بس الحجم، في شغلات زيادة، في شغلات حتى بالمسكة، في أشياء زيادة. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني كيف بدي أشرح لك؟ يعني المسكة طوروها، البلاي ستيشن نفسه هو مطور، يعني البرو أنا بحكي، ما بحكي الفور أو السليم. طبعا مثل ما شايف كمان أنت هون بالكرتونة، هذه الأشياء اللي بتجي معه، وبيجي معه لعبة مثل الهدية، وفينك تشتري بلا لعبة بيخصموا شيء بسيط. بس لا، أنا برأيي خد معه لعبة، يعني بيكون أفضل. طيب هذا هو مثل ما شايفين أنتو. أنا قلت لك ما راح أحكي على الرامات. طبعا أنا أخدته 1 تيرا بايت رام 8، شو في إسا، والله ما بتذكر شو في إسا. طبعا إذا في شيء فينك تكتب لي بالتعليقات وأنا بجاوبك عنه فورا. طبعا مثل ما شايفين كيف شكله، يعني شكله رهيب جدا. وانا مثل ما قلت لكم، انا جربته بعدين طبقت الصوت على الفيديو. بلاي ستيشن 4 برو 1 تيرا مثل ما حكيت انا، و 8 جيجا بايت الرام، كارت AMD. شو اسا، والله ما بتذكر شو اسا لسه، يعني بصراحة ماني مجهز الحكي حتى احكي. يعني
بس انا بس يعني للاشخاص اللي بيدوروا على افضل، يعني اللي عملوا مثلي مثلا كتبوا افضل بلاي ستيشن وما هو بلاي ستيشن وشو بشتري اي نوع من البلاي ستيشن، يعني هذه الامور. يعني مثل ما انا كتبت وشفت ناس، في ناس طبعا كتير بتحكي على السرعة وما السرعة وما بعرف شو، والرام والبروسيسور والكرت الشاشة. طبعا انا مثل ما قلت لك كرت الشاشة اي ام دي، يعني مثل ما شايفين هذه البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 4 برو، يعني شوفوا الحجم اكبر، المسكة افضل، قبضة اليد افضل، طبعا فيها لمس بالمنتصف، فيها لمس يعني بتعطيك مثل لما نقول نحن الخيارات، هيك لما ندور على الخيارات مثلا او المهام او هيك شيء. طبعا مثل ما انا عم فرجيكم انا حاطه هلا ساوي، وهذا هو الكبر، يعني بالطول هيك بالطول ما في شيء بسيط، بس بالعرض في منيح. يعني طبعا هيدي المسكة انا مثل ما بحكي لك اني فيها في المنتصف هذه اللمس، طبعا هذه اللمس بتعطيك بس تضغط عليها ضغطة بتعطيك الخيارات، مثل الخيارات مثل لما بتكون قاعد على الكمبيوتر وبتحط الخيارات. وفيها طبعا وصلة USB، ويعني محدثينها غير التاني، مثل ما شايفين التاني لونه بيضة ما فيها شي ناشفة. طبعا فيها فتحتين من قدام، والسي دي لمس، السي دي صاير داخلي لمس. طبعا من الخلف فيها فتحة زيادة، بس فيها فتحة زيادة لليو اس بي. والمسكة طبعا انا بشحنها، ما بشحنها من البلاي ستيشن بصراحة، انا المسكة بشحنها من نفس شاحن الموبايل، نفس شاحن الجوال. طبعا هيدا القديم بلاي ستيشن 4، طبعا فيها بس وحدة يو اس بي، بس فتحة وحدة يو اس بي. طبعا هذا كمان 1 تيرا بايت و8 جيجا بايت. يعني فيها فرق، فيها فرق. انا بس اللي بدي اوصل الفكرة اني في فرق، حتى في فرق بالاداء، بالاداء انت سيبك عن الحجم، بالاداء في فرق، بالاداء في فرق كبير كتير كتير بين الفور والسليم، يعني البرو غير. فانا بس انا حبيتك بس انصح نصيحة اللي عم يدور يشتري، فانا برد برجع بقول لك خدوا واحد، خد البرو فور بلاي ستيشن 4 برو 1 تيرا بايت 8 جيجا كارت شاشة اي ام دي. اللهم صل على سيدنا محمد. وحاول تختار اهم شيء اللعبة، حاول تختار لعبة تكون حلوة. طبعا انا اخترت لعبة ايام مضت، طبعا بعرف تعرفوا كلها، مع اني ما حلوة اللعبة يعني ما عجبتني صراحة، عادية عادية ما فيها شيء زيادة. ايه وبس هيك يعني، بس اذا حدا بده يستفسر عن اي شيء، اذا اي شيء بدك تستفسر عنه فينك تكتب لي بالتعليقات، وانا ان شاء الله رح جاوبك فورا. طبعا انا بشكل يومي بفتح التعليقات، بس رجعت من الشغل بفتح التعليقات وبشوف في الناس اللي بتكون معلقة وبرد عليها فورا. طبعا وبتمنى لا تنسى دعمي بالاشتراك وبضغط على زر لايك اذا عجبك الفيديو. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. ايه وبس هيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.